السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخبار شو تمام؟ بيعطيكم اليوم مقطع جديد، إيش مقطع اليوم؟ ميمز، أتصل لكم اشتراك في سويتو جديد على صندوق الوصف، تابعوني عليها كامل، تابعوني على سناب بعد، وصلوا على النبي، وليتس جو نبدأ المقطع. أسرع من كذا ما فيش، نضع السماعة، وليتس جو نبدأ المقاطع، أو نبدأ الميمز عام يعني. أنا بعد ما ضربت أطفال العيلة كلها. إيه هي نقطة ضعفك؟ دموع الطفل. دموع الطفل. حتى امه واثق. دموع الطفل. ما اقدرش اشوف طفل بيبكي. اشتويت اشتويت بنفسك، ايش قاعد تسوي هنا؟ قاعد اتمرن يعني في الحمام. ايش قاعد اسوي؟ من افضل المسلسلات اللي تابعته اللي هو من هو ولدنا الجزء الثاني. طبعا الجزء الاول كان افضل، بس الجزء الثاني برضه بطل. بس اكثر شيء قهرني ان مرته حبيبته ايش راحت يلعن وجهك. استغفر الله العظيم يا غير الحياة إذا شافتني بستان. استغفر الله العظيم، ما ودك تشقه ذا. داحم يا بداحم، خليك تشيلنج بداحم، تدوم خليك راقي قدام فيفا، عرفت انك انت مش مهتم من يطلع لك اساسا، عرفت؟ الو. شفت اللي حصل؟ اسوأ حاجه ممكن تتخيلها، انا لسه شاريه هيلز جديده تحفه زي ما انت عارف، فاجي اقابل صاحبتي رانيا تاني يوم الاقيها لابسه نفس الهيلز بالظبط. ايوه لا، وبتقول لي انا شفتها اونلاين وقلت لازم اجيبها. بصي حتى الدي ام اللي بعتها للبيج ما عادي ايه اللي فيها، ما ممكن دي بيج فيك اصلا، وبتبين لي انها جايبها قبلي وانا اصلا اللي قايله لها عليها. انا حاسه اني شخصيه زباله. هو انا زباله؟ ايوه. ايه قلت ايه؟ هو انا بجد كده؟ ايوه. وطالما انا كده مكمل معايا ليه؟ عايز تفركش؟ لو سمحت انت امي. انا خالتك. انت ابويا؟ هذا مين ابويا؟ ابويا باع. لا تحزن لا تحزن، عايد انا اتبناك. انت اخر مره تروشت قبل سنتين. يا شباب هذا انا احبه اوكي، بس عجزت افهم مقاطعه، مقاطعه مره غريبه يا اخي، مدري تحس جايبه من الديب ويب. كمل ثلاثة خطوات تخلي الكذاب يعترف ويقول لك الصدق. في البداية حطيت 500 في نص الصالة عشان يجي صاحبي ويسرق 500، وبعدها أجي أنا أنفذ عليه الخطوات عشان يعترف إنه هو اللي سرقها. حسين حسين حسين، ما شفت 500 حقتي؟ إيه لقيتها في الطاولة. فعص فعص. هذا يروع درويتك يا رجال. شوي لا راس. يعني تخيل انا لما اجي بدي افوت على المول، اقسم لك بالله انه الباب بيفتح لحاله. انا قبل فتره كنت بعاني من مشكله في عيوني. كنت طبعا هذا سمعت له قصته يا انه تقهر، قصته مع واحد كان يبيع الله يلعنك. بس لما بغمض مو هو هي ببطل اشوف، لحد ما قرأت كتاب وأيقنت مليون بالمية إنه الإنسان زي البني آدم، يعني إذا توفى مات. Want you a bedroom? والله عم انا جاي اطلب ايد بنتك حبيبي، بس انا بنتي مهرها كثير غالي. قديش؟
50,000 دينار أردني. وال وأنا جاي أخذ كريستيانو رونالدو من النصر ولا يكون عشان ركبته سود مفكر عليك مكتشف فيها نير. يعطيك العافية يا رب، أنا جاي أقدم على الوظيفة المعلنين عنه. طيب يا وحش معاك خبرة؟ لا معيش خبرة. طيب حبيبي إحنا طالبين موظفين معهم خبرة. أنا جاي أشتغل عشان أخذ خبرة. طيب حبيبي إحنا هنا بنعطيش خبرة. يلا غلي. هيا تمك تشغلني. طب عندي حس فكاهة نار. زموين هالسكيورتي عنه. خلاص بطلع بدون سكيورتي. زمين عن ابو النت زبالي. ايه لك ساعة بتكبس علي زي ما تحضر فيلم وانت ساكت. دمالك بتصرخ بدور على جودة اقل من 144 عشان الفيلم ما ضلوش يعلي. هاي ولا انت هبل حبيبي اقل من 144 بصفي ان انا بحكي لك القصة وانت تخيل الفيلم. استغرا والله ما بدي. اليوم راح اسوي مقلب في اخويا. هذا مبدع يا عيال والله يتكمن والله مرة مبدع صراحة. نايم راح نسوي له مقلب بنشوف ردة فعله راح اخوفه وهو نايم. بو مقلب مقلب. لما بجوع بالليل الشيف اللي جوايا بيخرج، ولما الطبق ده بيحضر يبقى في اختراع جاي، نجيب سنتوشتايت فينو وندهنها نوتيلا. مش بس كده انا جعان، هنحط عليها شوية اندومي بس من غير توابل، ونحط موز، نحط موز تاني، وهوبا يلا بينا على الميكروويف نستناها بقى اما تخرج، وفولو بقى للجزء التاني. يلا نجربها الجزء التاني. والله ما فوت جزء ثاني. ايش ريحة كوع نملة طعم وصابع اطفال؟ هذا غريب مرة. في طعم زي الحديد معدن، ريحة محل ملابس، محل ملابس ولادي، ريحة كلاوي بس في نكهة العلكة حقت الشيبان، في ريحة شرشب غرقان. شرشب غرقان ايش؟ طيب هذا مبدع صراحة. انا احب مقاطع، صح انا مقاطع خايس بس انا احبها يعني. صادق الله. استر دويا خلصت حرام العالم صد والله. دورت لدى التحدي والله ما لقيته يا يعني، والله مصرية بدعوا يا بي. أحسنت يا بي. استغفر الله. يلا كمان لتقونا خمسة عيني لو احتكيري ولا لموت الليل لحمي الرشاش وانزلت. هذا مين علم الأغاني العربية؟ يلا هذا خلوه على جانب حمار ذا. استغفر الله. ماما وراء تفضل. Come put it in my head. Come put it in my head right here. Ummi. Good job, good job. Here, break another one. فلتر اقول لك ايش نوع شوالك اللي تصور فيه، خلونا نشوف ايش نوع شوالنا. يا ربي حماس، ترى ما اعرف انا في الشوالات كثير. هذا انا ما طقته صراحة، لان حرفيا كل على بعضها تصنع. ايفون 7 ما عمري اصلا مسكته. مش هذا الفلبر؟ يا عيني انا ما اطيق السلاح، والله ما اطيقها. ارفع فوق يا تيهد اللي بحطه وين شوية بس لم حط داخل حط البستون جوه الجاكي. ايه ايوه يا زيد ارفع كوي. انا حط اسمع ارفع من هناك. ليش تتيهد يا سلامي؟ ليش تتيهد؟ حط الجاكي تحت. ابوي عربي يا الانثول مرة اذا اشتغلت مع ابوي، حتى لو يكلمني شوي انثول. من انا وايش بكم من انا؟ من ايش بك هيك يعني؟ ايش بك؟ ايش بك في البلاطة هذيك؟ وحط البستون هين. طب ليش شبكت الدغري؟ ايش بك من انا؟ هذه لهجة بالاردن زي القسمان ورا. جرب اشوف. اسبنا بالله ابطل خلاص. هين. مش راسك يا حمار الجاك. جاك. يا لأني أحبهم مرة اللي أرادنا في القلب اللي أرادنا.
صدقني يا راجل. هو ما تقدر تمشي ليش؟ ما في اهيل تمشي في ريموت كفو ليش؟ ما يقصر يوم الحساب حسابك. مع السلامة مع السلامة. والله انت انت خربان. يا عيال يا لما نرجع الثاني ورجع ارش عليه بنزين اهف في البطاقة ذي اهف بش يسوي اخوي. انا ما اطول خمس دقائق واجيك. صديق انا خمسة دقيقة يكون عندك. انا ما في طول تمام. الله مبدأ قسما بالله مبدأ. يا حبيبي قم يلا سلي. هاجي يا اقدم مشجع لفريق برشلونه برسا منذ سنه 1964. غوتي غوتي برسا. ها كم نحتاج؟ خلي باش ها خلي خلي خلاص مشكور. يلا عم مشكور ايه يا عم انت تقول لي خلي خلي على الدفاع. يلا مشكور ايه عشان رديت بكلامك. خلي, خلي ولا مش معلش لا تطفي. يلا شوفك على خير. لو سمحت يا استاذ لو سمحت حاسبني. كم انت انت طلع علينا يا عم. يلا آخ قسما بالله إن مخي تحرك والمصحف تقول إني ضربت. وإلى هنا نكون وصلنا هذه الحلقة. أتمنى لكم الاشتراك وسبة موجودة تحت الصندوق. تابعوني عليها كامل وتابعوني على سناب بعد. صلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومع السلامة.